هلا انا خلصت من كل شي، عديت المي تبع القهوة الحمد لله. تن تن من اجا؟ حتروح تفتح الباب؟ ايوه، مش عارفة من اجا من هذا الصبح. صباح الخير. صباح الخير مدام، كيفي؟ الحمد لله. فينا رئيسة؟ الرئيسة نايمة. ماشي معلش، بعدين قولي لها انه انا كانت مختصة فيكي في موضوع، بعدين لما تنهي ان شاء الله يجي. ان شاء الله، مع السلامة. صباح الخير مدام. صباح النور. انت هون مرة ثانية؟ انت اللي بتعمل هون؟ انا مختصة مدام، رئيسة في احد الموضوع، وحتى انا اجيت على احد الموضوع، يعني بنفس الموضوع بدن هذا. انا هلا كنت رايحة. مع السلامة. مع السلامة. فين رايحة انت؟ ايه نسيت اقول لك، يا رئيسة هي نايمة، روحي فقيها. كيف بدي فقيها؟ يا انت متفيقي لي ولا بدي اتردد؟ انا فيقتها مرة كانت بدي تزعجني أكتر وأكتر، وكانت بدي تطردني. روحي قلت لك مش بدي فيقها أنا. يا خدمة، إيش قلت لك معها هذا الصباح؟ لا تزعجيني مرة ثانية. مدام أنا كتير آسفة، هاي الجارة شكلها ما بدها تفهم، مش حابة إنه تروح. صباح الخير مرام. صباح الخير يا رئيسة، أنا كان بدي في إحدى الموضوع. أنا كنت نايمة، قلت لها كنت نايمة. أنا بس أنا حبيت فيقك، ما شاء الله عليك. ماشي، جهز حالي وجهي. شكرا، هدي هون حتى يجي ان شاء الله. تحبي اجيب لك شي؟ جيبي لي كاسة مي فقط. لحد هاي الساعة انتي ما عطيتي لها ولا شي، لا تشرب ولا لا. مدام هي طلبت مني اجيب لها مي. ماشي، لكن نسيت، كنت حنسة. اميرة كمان الصبح اجت لهلا راحت، وقالت ليلى فقت رئيسة وليلى، مش بدهم من هذا الصبح؟ اكيد بنفس الموضوع. هما وأميرة كمان قالت لها، قالت لمرام قالت لها اجيتي على نفس الموضوع، بس أميرة راحت. شوفي أميرة كيف دللتني، أميرة راحت وخلتني أنا، بس هاي شكلها ما حبت دفع. قلت لك يا مدام شكرا كتير، أنا مش بدي أشرب هاي القهوة، شكلها بردت يا مدام، بردت وانتي ملت، روحي سخنيها. تفضلي يا مرام، على إيش بدك مدام؟ انتي يمكن عارفة على إيش الموضوع. انا فهمتك، انت اجيتي موضوع على شان ريان بالضبط، تاكيدا اجيت على شان. انا قلت لك انا قابلت هذاك الموضوع، بس ان شاء الله بيفيق. بس يا مدام انا اكتشفت ابره. ايش هاي الابره يا مدام؟ اذا يوم يومين يمكن يموت. بسم الله علي، انت ايش تقولي؟ بس يا مدام اكتشفت هاي الابره، لازم تحطها تحطها الطبيبه. وهاي الابره ايش اسمها؟ اسمها كتير خطير، ويمكن بسببها اللي يموت. بس لا يا مدام، يا رئيسة أنا قريت عليها كتير كتير منيح، هو ما رح يموت، هو فقط رح ينهب من الحلم تبعه. ماشي، انت روحي جيبي الطبيبة وجيبي الإبرة وتعالي. ماشي، شكرا يا رئيسة. بس يا مدام قبل المغادرة فيني اروح شوفه؟ ماشي يا خادم، تعال روح تعال خدها على راسي. حاضر، يلا تعالي. شوف يا ريان حالتك، فين انت نايم؟ نايم بهذا السرير، بس ديكور كتير حلو. شو بتعرفي لما اجيت هون كتير فرحت، هداك البيت فيه كتير مشاكل. عن جد بعرف لانه هاد فاطمة ما فيه مشاكل ولا شي، بس بعدين رح تروح عليه فاطمة رح تصير مشاكل. انت كان بدك اياه؟ انت اصلا خادم ايه بدي احكي؟ انا رح اروح رح اوصلك على الباب، ما فيش مشكلة، ما فيش داعي عشان توصلني. بتعرفي يا فاطمة، بتعرفي إحدى الزبونة اجت عندي كتير حلوة، لابسة فستان حلو، زهري طالع تجنن، كسوارات بتجنن. بتعرفي جات من عندي، اشتريت أحلى كسوارات وأحلى ملابس، ولا أنا كتير جننتني. شو رأيك فاطمة اليوم نروح نتغدى؟ يا فاطمة، فاطمة، فاطمة. نعم، أنا كنت عم حكي معك. فين شردتي؟ أنا كنت في كابوس. كابوس هذا؟ انتي نايمة؟ انا لازم اروح عند ولادي. ليش الصاير؟ الصاير فاطمه ايش قوليني؟ انا نمت انهم مش عارف فين راحوا. مره ثانيه يا فاطمه خليني اروح عندهم، وانا كمان علي والله راح يقتلني هذه المره. ايش بدنا نقوله؟ بس منو راح يحرسنا المحل؟ تعرفي
باتول باتول راح تستمحهم. منو هات باتول؟ باتن باتول الجار معادلاتك هذيك الساحرة، هذيك الساحرة. يا ليلى بتعرفي ايش راح تحطلنا في المحلات؟ ما راح يجوا عندنا الزبائن، احنا راح نفتش بعدين ما نجي عشان ولادنا. ماشي روحي قولي لها. باتول باتول خرجي من الخيمة. نعم صباح الخير. صباح النور، احنا ما شفناك من قبل زمان. عم اعمل هون، والله ما شفتك كتير، اسفة. ايش بدك؟ بدك تعرفي حقيقة تبع زوجك؟ ايش هذا يا باتول؟ احنا بدنا تحرسين المحل، احرسكم المحل مثل الجاك يا باتول. لازم نروح عند ولادنا. شوفيهم ولادكم، ولادنا حست انه فاطمة حست انه هم مختطفين ام فينا. راحوا هذا اكيد راح يصير. ايش عم تقولي؟ هاد كله كذب. انت فاتحة هذا المحل عشان تسرقي إيه المصاري؟ ايش عم تقولي؟ ولا شي ولا شي، قلت لك حرسينا المحل واحنا راح نجي. ماشي مش مشكلة، روحوا انتم. ايش يا ليلى؟ يلا روح، انتنا موافقة. يلا يلا جيبي لي القهوة يا خادمة. ماشي مشكلة راح اجيبها ليك القهوة يا عيسى. طن طن ليك، روحي افتحي الباب. من يوم يجينا على هون دايما الجرس بيرن. بدون فاطمة كانت هيك. صباح الخير يا رئيسة. صباح النور أميرة. عدي عدي إليك، إجيت مرة ثانية قلت لي يمكن رئيسة نهبة. والله بشكرك كتير لأنك ما فيقتيني. بس بتعرفي منو فيقني؟ منو؟ مرام عملت مشاكل هون. هي هذيك البنت مش بدي أقولها، بتعرفي أنا رحت وتركتها. أنا قلت مش بدي فيقها وزعجها، بس هي أكيد بتزعجني. تشربي قهوة؟ لا لا شكرا، شربت بالبيت. إجيتي على نفس الموضوع أنت كمان؟ هي كمان إجت على نفس الموضوع؟ ولا مش عارفة. والله ما رح، والله ما رح اتركها. الحمد لله يا رئيسة انت معايا، انا اكيد معك، لانه هذيك الجارة مريم مرام هذيك وسواس، هذيك شريرة. ماشي خلينا نفتح الموضوع. يا خادمة روحي على شغلك. نسيت رح روح. بتعرفي هاي الخادمة تبعك هاي كتير تتجسس. والله انا بدي اجيب خادمة جديدة. والله جيبي انا معك، غدا بتشوفك بدي اجيب خادمة جديدة. انا معك، والله انا معك. ماشي تعالي عدي هون نفتح هذاك الموضوع. بسم الله. طين طين ليك، رن الجرس مرة ثانية. بتعرفي بدي اخلع هذا الجرس. من يوم يجينا على هون الجرس دايما بيرن. بتعرفي فاطمة دايما هون لانه هذا بيت فيه وسواس تبع الجرس. يا خادمة روح افتح الباب. السلام عليكم. اتفضلي هناك رئيسة. تعالي ليك، انا جبت الطبيبة. السايل ليش الطبيبة؟ حصل شي ريان؟ اسكتي انتي، ما حصل ولا شي. وليش عم تسكتيني؟ كفي شي جار. انتم روحوا على الغرفة تبع ريان، خلينا نتكلم معاها. ماشي رح روح. مسكين ريان، انا بعرف انه رح توافق على كل الشروط تبعي. منو قال هيك؟ انا اكيد لو ما تعرفي انا اصلا بسببك انه كان رح يتزوجني وخلص، لانه كان بيكرهك. ما شاء الله عليك، احنا كنا رفاق من قبل. انا ما شفتكم رفاق من قبل. هاد كان يصير بينه وبينه. ما شاء الله عليك، اسكتي لبقى. ليش عم تسكتيني انتي؟ اسكتي انتي. ليش انا بسكت؟ وليش انتي ما تسكتي؟ انا بسكت اورجيك يا مدام. مدام انا كان بدي اقول لك انه هاي الابره كتير غالية. وايش بتسوي هاي الابره؟ 3900. ايش 3900؟ صحيح في امتقيه. لا والله شكرا، هاي مرام بدها تجنني، والله بدها تجنني. كيف بدي انا اشتري ابرة كتير غالية؟ والله احنا تعبناك يا طبيبة، بعرف هذا الشيء. شكرا كتير لك، احنا مش بدنا. انتم جبتوني على هون عشان تقولوا لي احنا مش بدنا يا هاي مرام جارتي. مش عارف انا قلت لها بتجيب ابرة، عندنا ابرة عادية. هاي مو ابرة عادية، كتير غالية. بس انتم كتير كتير اغنياء، وليش ما تشتروا هيك؟ انت ايش دخلك؟ تفضلي لبرا. فينها مرام؟ خليها تجي. يا مرام تعالي. اسكتي انتي، انتي اسكتي، انتي اسكتي. ايه اللي حصل لكم؟ ريان، ريان فقت انت؟ ريان، ريان يا رئيسة تعالي تشوفي. اسكتي انتي يا رئيسة، تعالي تعالي شوفوا ايه اللي عم يحصل لكم يا ولاد. انتم ليش برا؟ مرام قلت لنا اخرجوا لبرا لانه احنا كنا عم نلعب وخرجتنا برا. يا ماما صدقينا احنا عم نقول الحقيقة. انا مصدقت لكم يا ولادي لانه انتم ولادنا. هاي مرام فين راحت؟ انا بدي اقتلها اليوم. الاولاد كانوا بيتخذوا معاكي حق. شوفي الكابوس تبعك كان راح يتحقق ان شاء الله. ما تحقق بتعرفي ان شاء الله.
بس فين راحت؟ احنا بدنا نقتلها. احنا قعدنا هون واحنا خفنا انه نختطف مرة تانية. قلنا ان شاء الله يا ماما تيجي، واحنا كنا عارفين كتير كتير منيح انه راح تيجي. اكيد لانه راح تيجي. بتعرفي لو مو بتعرفي يا فاطمة، لو مو كبوتك لما اجينا. الحمد لله اجينا. بس فين راحت مرام؟ مرام نزلت لتحت. احنا قلنا بانه تنزل عندك بس شكلها ما نزلت عندكم. احنا ما شفناها. تعرفي فين راحت؟ راحت عند ريان. انا بدي ورجيها. تعالوا يا اولاد، راح ناخذ الاولاد كمان. ايش بدنا نعمل؟ راح يختطفوهم مره ثانيه. يلا يا اولاد تعالوا. ايش صاير اللي عملوا في ريان هذا البيت؟ من يوم اجينا فيه الاخبار طين طين. ولا عرفت انه الجرس حد مش بده يتوقف جايه. انتوا كلكم اجيتوا في مناسبه؟ شيء ما فيش شيء. منو عندكم الداخل؟ مرام والطبيبة ولا الطبيبة راحت وأميرة. اللي عم يحسن اجري يا فاطمة، يمكن نحصل. انت حرسي الأولاد، تعالوا يا أولاد ادخلوا. يا مروة انت اشتقتي لبيتك؟ لا ما اشتقت والله، اشتقت له لأنه تبع بابا. وكيف هو بيتكم؟ بيتنا كتير حلو بس أنا مش بدي أقعد فيه. ان شاء الله ترجع لهون ان شاء الله. كيف يا خادمة، كيف كان صار البيت؟ والله البيت كتير حلو بس الجرس قاعد محل انت. احنا كمان لما كنا هون نسكن كان كتير بيدق الجرس. عرفتها. ايش ريان حبيبي هذا، تعال هون. روح جيب الكرسي يا اميرة. انا بجيب الكرسي. روح جيب الكرسي هذا هون. ايش انت بخير يا ريان؟ يا ماما انا بخير الحمد لله، بس صار يومين انه بتفيق. يا ماما ايه اللي عم يصير؟ تعال أخبرك. تعرفي من هاي الحكاية راسي عم يصدعني، لك هيك اتفقت وهيك. أيوة. وبتعرفي يا ماما بسبب شيكاسهم، بسبب الصداع تبعهم والفوضى تبعهم فيقوني. ما شاء الله عليكم يا أولاد شطورات. أنا فيقته؟ لا أنا. لكم من الأبيح اللي فيقني منه؟ أكيد مرا. ما شاء الله عليك. أيوة مرا هي اللي فيقتها. أنا؟ لأنك أنت كمان الصبح فيقتيني. والله ما شاء الله عليك، الحمد لله انه فيقتيني. ايش لك؟ انا لا تكتئبي يا اميره، هذا كله انطمن هيك بسبب قلبك. بتعرف يا ريان؟ ايش بتعرف يعني؟ انا خلاص؟ لا انت مو خلاص، احنا راح نعيد الخطبه. ايش هذا يا ريان؟ اختطفتك ومش عارف. ما شاء الله عليك اختطفتيني، انا ما راح سامحك. اللي عم تقوله؟ خلاص يا اميره سامحها يا ريان. مسامحين كلكم مسامحين. انتي هون؟ الحمد لله على سلامتك يا ريان. ريان فأنتي جيتي؟ بتعرفي هم فيقوه بسبب مشاكلهم. والله القصة بتضحك. ما شاء الله عليك يا ريان، الحمد لله على سلامتك، الحمد لله على سلامتك. تعالي انتي لهون. ايه عملت مرة تانية؟ ما عملت ولا شيء، بس احنا بدنا نتكلم معها. خذوا راحتكم. بس انا مش بدي اترك ريان معي. هاي اميره، روحي يا مرام، انا راح اقعد معها. ايش صاير؟ ليش انتم ما تكلمتوا هيك؟ ايش صاير؟ انت خليتي الاولاد برا؟ والله عملوا كتير فوضى يا ليلى، عملوا كتير فوضى صدعوا لي راسي، عشان هيك طردتهم برا. يعني مو طردتهم، قلت لهم روحوا يلعبوا. وهاي الاولاد دايما بيلعبوا بالشارع، بيلعبوا بالشارع. هاد اولاد صغار واحنا تركنا امان عندك. بتعرفي ليلى اذا راح من عندها علي مرة ثانية واختطفها؟ والله لطردها عني. أنا كتير آسفة، بس الحمد لله على سلامته. والله ما راح كده، انتي مسامحة عنجد؟ احنا جيران مش مشكلة. والله احنا جيران، أنا كتير أحبكم وأنا أحبكم. يلا تعالوا نروح عند ريان. هديك أميرة إيش قالت لك؟ تعالي لأقول لك لك الحكاية. بتعرفي يا ليلى من هاي الحكاية بدل انه امية كتير غيورة. والله غيورة بتغار عليها. لك شوفي ملابسها كيف هي، يعني مو طالعة لابسة هذيك القميص الاصفر والسروال. بتعرفي انا دايما بشوفها بهذيك الملابس. هاي فقيرة؟ فقيرة ايش يعني؟ عندها محل كتير حلو احلى منه. لك نسيت منو حرس محلتكم؟ باتول. منو باتول؟ باتول هذيك الساحرة، هذيك الشعوذة، هذيك هي. انتم ما حبتوا؟ لا ما خاف منها. يلا خلينا نروح عند ريان. يلا احسن ما تعمل له شيء. والله بضحك يا مرام.
والله القصة هيك ما شاء الله عليكم طلعتوا شطار. والله انا ضحكت على هاي القصة، حتى انا كتير ضحك. صح صح، بس انا بس نسألك يا رئيسة، اسألي مثل ما بدك. فين رئيس؟ رئيس هو نايم. ايش حكوا مرة تانية؟ ضحكوا رئيس نايم وكل هاي المشاكل وما نهد. والله انا نهد، وحتى انا بدي اضحك عليه. السلام ريان، ريان ابني. ريان يا بابا الحمد لله انا بخير. انت نهفت. احنا نحكي مرة ثانية، خلينا احكي له بعدين. يلا نحكي له. خلاص وقفوا، والله راسي صدع. هاي الحكاية طويلة، بس انت شكلك كنت نايم. والله احنا حقا جيران. هلا انا عرفت انتو جيران. نعم والله احنا جيران يا منام. لك احنا جيران. انا ايش قلت؟ تخانقي مرة تانية معي؟ انا كتير اسفة، والله اسفة مسامحة، وحتى احنا راح نسامحك. والله راح انا سيئة طيوبة مثلكم. تمام ماشي، راح نستنى. ماشي هلا اتركوني راح اروح استحم. اتفضل يا ابني. وليش انتو من هاي الجنازة؟ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم عليك يا رئيس. روح استحم. تنتظروني مرة تانية؟ وليش ما ننتظرك؟ حدو احدلكم القهوة، انتو ما شربتوا. والله هذا البيبي اول مرة حمله، شكلكم بتضحكوا، شكله كتير بيشبه لك. والله ما شاء الله عليك يا ليلى، صرتي الضحكة. ايش يا اميرة ليش انتي واقفة؟ والله انا بدي اوقف. خليها توقف، خليها وقفي على راحتك. شكلكم كلكم هون انتم؟ والله احنا كلنا هون. لك استني يا ليلى، انتي نسيتي احد، احنا نسينا امير. معاكي حق يا امير. يا اميره شفتي فكري احلمت، اصلا اسمها تقريبا لاسم امير، هيك احسن. تخلوني عاد هون. كيف شكل القهوه؟ والله كتير طيبه. كيف شكلها يا رئيسه؟ بتقولي لي هيك؟ انا دائما بشرب قهوه تبعنا. المره الجايه اعملكم قهوه تبعي ان شاء الله. السلام عليكم يا خادمة، انا ما وجدت احد في البيت. فاطمة ومرام، مرام والاولاد، والاولاد كمان، فين صاروا؟ تعال تعال يا اميرة، صرتكم بتضحكوا اليوم. والله اليوم عم تضحكوا، ايش صاير لكم؟ انتم كلكم هون ما شاء الله عليكم. هذا عيد ميلاد تبع ليلى. اليوم عيد ميلاد تبع ليلى؟ وليش ما قلتي لنا؟ انا مش بدي يعني هيك حد، بس هيك عيد ميلاد. ماشي خلينا نعيد، خلينا نغني لها. فكرة حلوة، والله هاي المفاجأة كتير عجبتني، أحلى من الكيكة والهدايا وكل شيء. معاكي حق، أنا أصلا ما بحب الهدايا كتير. أنت أصلا ما حبيت ولا شيء. صركم بتضحكوا، والله عم تضحكوا كتير. الحمد لله على سلامتك يا ريان. مرة ثانية هلا أنتوا شفتوا؟ قلكم أمير أعمى، والله ما شاء الله عليك يا ريان. صرتي تقولي لي أعمى، أنا الحمد لله عصامتي من السبح. هيك يلا خلونا نغني لها. عيد ميلاد سعيد، عيد ميلاد سعيد، عيد ميلاد سعيد، عيد ميلاد سعيد يا ليلى. والله طلعكم تغنوا كتير حلو، يعني صوتكم زاد على عيد ميلاد تبع فاطمة. والله بشكركم، العيد ميلاد تبعي ما بنساه طول حياتي مع محمد الله يرحمه. معك السبب فقط. خلاص ليش عم تعملوا هيك انتو؟ والله معاها رئيسة، خلينا نفرح اليوم. هاي اول لما، والله لا اول لما. جيران تبع العمارة، وليش ألفتوا الجيران تبع العمارة؟ لانه احنا جيران وساكنين في العمارة. ما شاء الله عليك يا اميرة، طلعتي صديقة تبع فاطمة. والله كل هاي الحياة ما طلعت صديقتي، اليوم اكتشفنا الحقيقة، اكتشفنا الحقيقة. جيران العمارة.